دايما المؤسسة العظيمة وهي كنيستنا القبطية الأرثوذكسية هي مؤسسة لخدمة الناس، مش بس في المجال الروحي، يعني مش بس خدمتها هي القداسات ومدارس الأحد، لكن دايما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليها دور اجتماعي. تشوف بقى ده في المستوصف اللي بتبنيه الكنيسة، في المستشفى اللي بتبنيها الكنيسة، تشوف ده في مجال الرعاية الاجتماعية، تشوفه في مجالات كتيرة جدا. النهاردة بنسمع عن بروتوكول تعاون ما بين الكنيسة وما بين تحالف العمل الأهلي التنموي. سمعنا من يومين ثلاثة لسه من قريب خالص عن مبادرة كتف في كتف، وشفنا قد إيه يعني وجودهم في خاصة في الصعيد ووجودهم وسط أهالينا المصريين في كل مكان في مصر، ومحاولة لإن احنا نبقى كتفنا في كتف بعض، نساعد بعض، بنمد إيدي الخير لبعض. تعالوا نفهم أكتر ونعرف أكتر، لكن نرحب بضيوفنا اللي منورنا، شرفنا وينورنا ويباركنا. يكون معانا قدس أبونا القمص رفائيل ثروت نائب أسقف الخدمات. أهلا بقدسك يا أبونا. أهلا إسحاق. وبيشرفنا يكون معانا أستاذة جيهان كرم مسؤولة التوثيق والإعلام بأسقفية الخدمات. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وبيشرفنا يكون معانا أستاذة مريز مجدي أخصائي تطوير البرامج بأسقفية الخدمات ومسؤولة التواصل مع التحالف الوطني. أهلا بيك. أهلا بيك. أهلاً. عايزينك ابتدي بابونا وقدس ابونا، يعني عايز ابتدي مع قدسك، ايه موضوع التعاون او الشراكه ما بين الكنيسه وما بين التحالف التنموي؟ هو الحقيقه الفكره ان في حاجه اسمها في البلد دلوقتي من سنه، وكان دي فكره السيد الرئيس، انه يبقى في مكان يجمع كل الناس اللي بتشتغل في العمل الاهلي، اللي هم الجمعيات اللي بتخدم الناس الغلابه في المشروعات التنمويه. فمن سنه تم يعني تدشين حاجه اسمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. التحالف ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مظلة بتجمع جواها كل المؤسسات اللي بتشتغل في العمل الأهلي التنموي. طبعا مش كل، هي حاليا حوالي حاجة و30 مؤسسة جوا التحالف دوت. طبعا الفكرة دي جت أكتر كمان بعد حياة كريمة. حياة كريمة مؤسسة بتعمل عمل أهلي. فلما جت تشتغل حياة كريمة على الأرض، عايزة تتعاون مع كل الناس اللي بتشتغل في الأرض عشان يحققوا الهدف من القصة دي كلها. فكان في قالوا نعمل فكرة المظلة دي، التحالف اللي يجمع الناس دي مع بعض عشان يحصل تنسيق وشراكة، فيحصل تعاظم للعمل الأهلي على مستوى البلد، ما تبقاش جزر منعزلة يعني. بالظبط كده. ونشكر ربنا، نشكر ربنا، نشكر ربنا، لأن الفترة الأخيرة يعني أسقفية خدمات يعني فعلا الدولة بقت تحس بدورها وأهميتها في العمل التنموي، واحنا شغالين طبعا من سنة 62 في القصة ديت. فكان يعني حاجة حلوة للتحالف وحاجة حلوة للكنيسة ان أسقفية خدمات انضمت للتحالف الوطني، وكتبنا الانضمام دوت يوم 28 فبراير نيافة الحبر الجليل انبا يوليوس، هو اللي وقع الانضمام أسقفية خدمات ممثلة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وهنا احنا أسقفية مش الأسقفية بس، احنا نتكلم عن أسقفية الخدمات كممثلة عن الكنيسة القبطية، يعني هو يعتبر الانضمام ده انضمام الكنيسة بكل العمل التنموي اللي فيها. واحنا هنتكلم كمان شوية ان الأسقفية مش بتمثل نفسها بس، لكن بتمثل شركاء التنمية في الكنيسة كلها. فاحنا داخلين باسم الكنيسة وأسقفية الخدمات، وطبعا الكلام ده حصل بتشجيع ومباركة قداسة البابا، لان البابا مرحب جدا جدا بوجودنا مع الدولة في مساعدتها في القصة دي. واحنا شفنا يمكن في الفترة الأخيرة يعني اتفاقيات مع ما بين أسقفية الخدمات، شفنا وزارة التضامن الاجتماعي، شفنا بنك ناصر، وشفنا مؤسسات أخرى. كمان نروح لأستاذة جيهان واتكلم حضرتك على مبادرة كتف في كتف، واللي هي يعني اليومين دول بتلاقي رواج كبير جدا، وشايفينها وبنسمع عنها وبنشوف مع أهلنا في كل مكان، خاصة في في الصعيد، مشاركة الأسقفية في مبادرة كتف في كتف. كنيسة القبطية الأرثوذكسية كتف في كتف مع كل ولادها، كل المصريين، مش بس في المبادرة، لكن احنا بنعمل من الستينيات كتف في كتف مع كل مصري. يعني احنا كأسقفية الخدمات بننزل كل المجتمعات، بننزل القرى المهمشة الفقيرة، بنساندهم، بنحس بيهم وبنلبي احتياجاتهم. لكن كانت فرصة المبادرة دي ان احنا نأكد وجودنا ودورنا معهم، وكانت فرصة كويسة بعد توقيع اتفاقية التعاون مع التحالف الوطني ان يكون كنيسة ممثلة في هذه الاحتفالية. هي احتفالية جميلة، مائدة مفتوحة لكل اللي بيشتغل في العمل الأهلي ان هو يشارك ويأكد مساندته لأخوه الإنسان. ففرصة
كويسة وفرصة طيبة. احنا فرحانين بالمبادرة وبقالنا شوية بقالنا مشغولين بيها من ساعة ما مضينا البروتوكول، واحنا عمالين نستعد ازاي نكون ممثلين، الكنيسة ممثلة في هذه المبادرة كتف في كتف. هي اسم رمزي، معنى بيحمل ان انا بسندك، انت اخويا وانا بسندك. فهي مبادرة جميلة واحنا فرحانين بالمشاركة فيها، وان شاء الله يوم الجمعة تكون الاستاد مليان بكل المواطنين وكل الناس اللي بتقول. ودي فرصة كويسة للعمل التطوعي، يعني كتير من الناس متطوعة ان هي تيجي وتساند في فترة ان كل الناس فيها غلا وكل الناس فيها حاسة بمشاكل مادية. لا احنا مساندين، وقفتنا جنب بعض هتخلينا نعدي كل المحن. بس اكيد مش معمولة لفترة معينة، يعني هي اذا كان حتى الهدف منها هي الفترة دي عشان نعديها، جميل ان هي تكمل. يعني بالفعل هي مكملة، يعني احنا بالفعل باسم خدمة الراوي أم النور تم توزيع ما يقرب من 6000 كرتونة على المواطنين، وان شاء الله في اعداد لدفعة تانية علشان نقدمها في مبادرة كتف بكتف. فهي مكملة، واحنا في مجال عملنا كمان كله احنا بنهتم بتقديم الدعم لكل المواطنين الاكثر احتياجا. استاذة ماريزو، يمكن انت مسؤولة التواصل مع التحالف، ازاي بتقدروا تتواصلوا، ازاي بتقدروا نوصل لأرضية مشتركة وكل كل كل حد فيه يكون موجود، يكون ليه دور مختلف عن التاني لكن بيكمل بعض. الحقيقة هم عاملين نشاط رائع جدا التحالف، وطول الوقت عندهم حماس ان هم كمان يستقبلوا ناس جديدة ويدخلوا ناس جديدة. يعني احنا رقم 33 في التحالف، واللي انا اعرفه ان هم دلوقتي 34 مؤسسة تحت هذه المظلة اللي بتعمل عمل يعني تنظيمي اشوفه رائع جدا جدا، علشان كل الناس كل الهيئات والمؤسسات الموجودة وبتعمل خدمات للمواطن المصري تكون متشافة، وتكون كمان يكون في تكامل ما بين البرامج وبعضها، ما بين الجامعات وبعضها، ما بين الهيئات ومؤسسات وبعضها، فمحدش يشتغل شغل، يعني ما بقاش الناس بتروح تقدم خدمات لنفس القرى أو نفس الأماكن أو نفس الناس أو نفس شكل الخدمة. فيكون في تنوع وتكون الناس بتكمل بعضها. الحقيقة ان هم عاملين داتابيز، ودي حاجة كويسة جدا، حاطين فيها كل المعلومات عن كل الجمعيات بتخدم ايه، الاماكن اللي بتخدم فيها، المناطق اللي بتروحها، مين الناس اللي بتزورهم، بحيث ان هي تقدر تعمل تكامل. وده واضح جدا جدا في المبادرة الاخيرة بتاعت كتفي في كتفك، وحلو قوي كمان هم بياخدوا من كل هذه الهيئات المشتركة تحت هذه المظلة، بياخدوا تقرير يومي. تقرير يومي عن إيه بقى؟ يعني إيه الحاجات اللي ممكن حضرتك تقدمي عنها تقرير؟ كل ما يقدم للمواطن اللي احنا بنوصل له، على حسب بقى انا شغاله في قريه ايه، في محافظه ايه، في مجتمع ايه، بيعرفوا هل وايه هي البنود اللي بنقدم فيها الخدمه. يعني هل بنقدم خدمات صحيه، هل بنقدم قوافل، هل بنقدم وعي، هل بيحصل كشف على الناس اللي محتاجه، هل بيحصل توصيل مع الحملات اللي بتعملها كمان الدوله زي حمله 100 يوم وحملة الكشف المبكر عن أورام السرطانات. فهم بيشوفوا ده، بيشوفوا كمان في مجال التغذية، وخاصة الوقت الأخير بعد ظهور الأزمة، أزمة الغذاء العالمية دي، هم مهتمين جدا من يعرفوا مين بيقدم، هل بيقدم كرتونة غذاء ولا بيقدم وجبات ساخنة، فبيهتموا جدا هم يعرفوا التفاصيل دي. بيهتموا كمان هم يعرفوا هل في ناس بتاخد أي مساعدات مالية ولا لأ، هل في المجتمع الريفي، هل بيكون في على الأرض الناس بنقدر نساعد الفلاحين ونديهم وعي عشان الإنتاجية بتاعة المحصول بتاعهم يزيد. في كل المجالات التنموية الحقيقة هم حريصين جدا. نازلين بيبقى معاكم مثلا كشف او مع يعني معاكم داتا، ولا بيبقى الموضوع بيبقى ازاي؟ لا نازلين قريه، تمام، نخدمها مثلا، هنخدمها نوزع كراتين اكل وشرب، بتبقى بشكل يعني للكل، ولا بيبقى مثلا في داتا عندنا بالنسبه لاسقفيه الخدمات؟ هي كل حاجه بتبقى مدروسه ومعموله في خطه، يعني احنا بنعمل خطه استراتيجيه لمده 3 سنين، وفي خطه سنويه لكل سنه، بيبتدي كل سنه نشتغل عارفين عدد الكره اللي هنشتغل فيها،
قبل ما نشتغل في القرية دي بيتم اختيارها بناء على معايير معينة، طبعا بيتطلب انه يكون نسبة الفقر فيها ونسبة التعليم ونسبة علشان نقدر نقدم فيها خدمة وعلشان نقدر نشوف ثمر التعب والخدمة دي وبعد كده نشوف التغيير اللي بيحصل للناس. فهو بناء على خطط موضوعة مسبقة وبتدي نعمل داتا بيز لكل الناس. واحدة من اهم الحاجات اللي بتعملها اسقفية الخدمات انها بتنمي فريق للتنمية، لان اسقفية الخدمات ما تقدرش تقدم خدمات طول العمر، فبتشتغل في كل قرية بتشتغل فيها لمدة 3 سنين وبعدين سنتين بتبتدي خروج تدريجي. في الوقت ده هي بتكون بتمكنت مجموعة من القادة المحليين وعملت توصيلات ما بين الشباب والمحليات الموجودة، هم يقدروا بعد كده يكملوا التنمية ويجيبوا موارد للأماكن بتاعتهم. وتسابونا بكرة 17 مارس هيبقى في استاد القاهرة حفل كبير جدا بحضور كل المؤسسات المشتركة وطبعا بحضور سيادة الرئيس. بتشوف قدسك ازاي تنجح هذه المبادرة وهذه الاتفاقية ما بين اللي هي كتف في كتف ما بين الكنيسة وما بين عدد كبير جدا من مؤسسات الدولة اللي الهدف منها مساعدة المواطن المصري؟ المبادرة نجحت لأنه أوريدي المبادرة بكرة الاحتفال، بكرة الاحتفال، لكن المبادرة شغالة بقالها فترة طبعا زي ما قالت أستاذ جيهان. والمبادرة دي هدفها أنه توزيع، حطوا رقم يعني 4 مليون كرتونة غذاء للمواطنين الأكثر احتياجا واللي هم متأثرين بأزمة التضخم اللي موجودة حاليا بسبب الحروب اللي موجودة. طبعا دي كانت فكره السيد الرئيس. انا شفت يا اتسابونا، معلش، شفت الكرتونه نفسها، يعني شفت الحاجات اللي قيمه جدا مش جدا. ساعات بنشوف بعض المؤسسات الصغيره بتعمل كرتونه، لا بتبقى الدنيا قليله يعني، لكن الكرتونه محترمه يعني. الحقيقه دي فكره السيد الرئيس. السيد الرئيس كناحيه انسانيه قال انه في ناس اتضررت بسبب موجه التضخم الاخيره، فهو دعا للمبادرة ديت بحيث انه بالذات خلال الفترة اللي جاية هيكون في شهر رمضان، ففي كتير جدا هيبقى محتاجين الكرتونة دي من اخواتنا المسلمين. فطبعا مشاركة الكنيسة في حاجة كده تدل ان احنا فعلا بلد واحدة وايد واحدة. فالاربعة مليون كرتونة دي يوم 17 مارس اللي هو بكرة بإذن ربنا هيبقى تقفيل الرقم اللي يوصل لاربعة مليون، يعني السيد الرئيس نفسه هيشارك مع مجموعة من المتطوعين في ملي الكراتين ديت. طبعا 4 مليون كرتونه، يعني الكرتونه مثلا في 5-6 افراد بنتكلم في حوالي حاجه و20 مليون مصري هيستفيد من الـ من الـ من الخدمه ديت. يوم الجمعه اللي فاتت مثلا كانت في يعني حمله نزل على 16 محافظه في وقت واحد لتوزيع الكراتين للناس الفقراء والاكثر احتياجا. فيعني مشاركه الكنيسه في العمل دوت هو تعبير عن ايماننا يعني المسيحي والانجيلي بمشاركتنا في المجتمع في حاجه زي مهمه زي كده. طب ازاي المؤسسات دي كلها والمشاركه ودعم سياده الرئيس، ازاي نستثمر النجاح ده يا اتسابونا؟ يعني ازاي نستثمر النجاح ده لخدمه اكتر وخدمه اكبر؟ والحقيقة الفكرة الجميلة دي اللي معمولة في البلد احنا ابتديناها في الكنيسة من 5 سنين، وكانت فكرة قداسة البابا ان احنا عندنا جوه الكنيسة نفسها زي الدولة في مؤسسات كتيرة بتشتغل في العمل التنموي. فقداسة البابا شجع ان في حاجة اسمها شركاء التنمية. شركاء التنمية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كيان بيجمع أسقفية الخدمات، خدمة أنبا أبرقام في مرمور اسكليوباترا، خدمة أنبا أبرقام كندا، الراعي أم النور، أسرة الأنبا أبرقام الذين ليس لهم أحد أن يذكرهم، المكتب الباباوي للمشروعات، المكتب الباباوي للرعاية الاجتماعية، خدمة كوبتك أورفانز. احنا لقيت دلوقتي حوالي 8 مؤسسات وقابلة طبعا للزيادة لكل الناس اللي بيشتغلوا في التنمية في الكنيسة. ان احنا عملنا الفكرة دي جوه الكنيسة، ان احنا ابتدينا نعمل اجتماعات مع بعض ونجمع داتا مع بعض، المؤسسة دي شغالة في أي قرى، في أي برشيات. والهدف بقى اللي حضرتك بتقوله بقى يا إسحاق هو فكرة ان احنا نوصل لان احنا نخدم الكل بطريقة فيها عدالة، ما بقاش في تركيز في قرية معينة عمالين كل المؤسسات تشتغل فيها وقرى تانية محرومة. صحيح. وفي نفس الوقت نشوف بعض، وفي نفس الوقت نتعلم من بعض. صحيح. في نفس الوقت نساعد بعض. الفكرة كانت أكثر من رائعة. طبعا الفكرة دي هي فكرة كتابية، فكرة حياة الشركة طبعا. فكرة العمل الجماعي، فكرة ان نحط ايدينا في ايدين بعض. ما ينفعش حد يشتغل لوحده، ما ينفعش ايد تزقف لوحده، عشان كده عنوان المبادرة حلو قوي، كتف في كتف. يعني كتف في كتف طبعا.
أستاذ جيهان برضو عايز أتكلم معاكي على يعني كتف في كتف برضو نفس الفكرة دي، زي نسيستم الموضوع، زي يبقى فيه سيستم. وأنا عارف الكنيسة عاملة يمكن حتى في مجال المساعدات عاملة سيستم، يعني نظام ممكن أي حد من الأباء اللي بيهتموا بموضوع المساعدات يقدر يعرف الشخص اللي قدامه يعني بياخد أكتر من مرة، بيعمل إيه، بيروح فين. ففكرة إن إحنا يبقى فيه نظام على اساس ان نساعد اكتر، وعلى اساس ان الشيء يوصل للي محتاجينه فعلا. هي فعلا الكنيسه كانت سباقه في هذه النقطه، تنسيق الجهود من اجل تكامل وتعاظم الاثر. بالفعل جوه كنيستنا القبطيه دلوقتي في داتابيز على كل الخدمات اللي تتقدم لكل المحتاجين. يعني احنا في مجال مثلا خدمه الرعايه الاجتماعيه بقى في داتابيز واحده على مستوى كل الكنيسه، اقدر اعرف في اي وقت مين بياخد ايه فين، علشان ما يبقاش في ازدواجيه وما يبقاش في ناس بتاخد وناس تانية محرومه من تلبيه احتياجاتها المشروعه. فده كان يعني نجاح سابق للكنيسه القبطيه. وعلى هذا كمان التحالف الوطني خد نفس البوينت او مشي بنفس النهج، ان يكون في توحيد لكل جهود العمل الاهلي. ومن هنا بقى زي ما قالت استاذه مريز ان احنا كل المؤسسات اللي انضمت للتحالف هي بتدي تقرير يومي لما تم تنفيذه، علشان تبقى كل الناس شايفه بعضيها، وهنا يكون في توحيد للعمل ويكون في تكامل، والحاجه ما يبقاش في ازدواجيه، ما يبقاش في حد بياخد نفس النشاط ونفس الاحتياج في وقت واحد وكره تانية مهمشه لم يصرها العمل التنموي او تنميه المجتمع. طب هل احنا ممكن نقعد من فتره للتانيه ولا ده ما بيحصلش؟ بحيث ان يبقى في رؤيه مستقبليه، النهارده قدمنا الكرتونه يمكن بكره نقدم حاجه غير الكرتونه بس برضو تبقى مفيده. يعني بالفعل العمل قائم تحت خطه واضحه جدا. يعني احنا جوه اسكوفيه الخدمات هو اسكوب واحد مثلا شخص، يعني مؤسسه من ضمن 34 مؤسسة انضمت للتحالف، بيبقى عندنا خطة. احنا قبل ما بننزل المجتمعات بيبقى في دراسة، بنقعد ما يقرب من سنة بنعمل دراسة للمجتمع ده، بنكتشف اهم الموارد الموجودة في المجتمع وايه السورس فيه، وبيبقى في بوينت كويس قوي ان احنا بيبقى عينينا على كوادر من جوه المجتمع هي اللي بتقود عملية التنمية. احنا كل اللي علينا ان احنا بنعمل ايه، ان احنا بنعمل بناء لقدرات هذه المتطوعين علشان هم يبقوا قادة للتنمية في هذا المجتمع. وعلى فكره كتف في كتف بين المبادره مبنيه على هذا الاساس هو دور العمل التطوعي في تنميه المجتمع. يعني ما حدش هيشتغل لوحده ولا احنا هنشتغل بمعزل عن الناس، لا، الناس هم قاده التغيير، المجتمعات هم قاده التغيير، المواطن هو قائد التغيير، هو بطل الحكايه. علشان كده بنقول كل حد انت في مجتمعك انت تقدر تغير، انت تقدر تكون نواه للتغيير والمجتمع يتغير بينا. صحيح. مش بحد تاني، مش هيهبط مؤسسات. صحيح. من السماء تغير المجتمع. وده يخليني اقول لاستاذ ماريس، ازاي بتخلقوا مع الشباب فكره انك ليك دور، انك مش لازم كل حاجه تعملها من اجل ان انا بشتغل حاجه فاخد مقابل ليها فلوس، ممكن لا انا عندي دور ان انا ادي ما اخدش. فازاي بتعملوا ده، والتنسيق ازاي بيتم مع المؤسسات اللي بتعاملوا معاها؟ الحقيقه هي اسكوفية الخدمات بتحرص جدا على انها تنمي روح التطوع في كل مجتمع بتشتغل فيه. احنا بنشتغل في حوالي 45 مجتمع على مدار الخطه، السنه دي مثلا احنا شغالين في 31 قريه او مجتمع ما بين من اول اسكندريه لغايه اسوان. وفي كل مجتمع احنا بنعتمد اساسا، يعني بيبقى في حد موظف بس هو خادم ميداني او يعني مسؤول العمل الميداني، هو واحد بيبقى واحد او ثلاثه، يعني واحد او اتنين او ثلاثه في في القريه دي. وكل الخدمات اللي بتتعمل بتتقدم من خلال المتطوعين، بناخد مجموعات من المتطوعين كبيره نتوسم فيهم ان هم عندهم على قلبهم انه يقدموا يغيروا قريتهم. بيدوروا عليهم ولا بيدوروا عليكم؟ لا، احنا بمساعده القاده المحليين الموجودين في القرى دي ومساعده الخدام الميدان الموجودين في القريه بيختاروا، بيتم اختيار المتطوعين. والحقيقه هم كمان بنعمل لهم بقى حملات جذب للمتطوعين في الاول، اول ما بنخش القريه ونعرفهم اسقفه الخدمات دي بتعمل ايه وايه الخدمات اللي بنقدمها، وان الخدمات دي مش عشان اسقفه الخدمات تعملها، لا، ده عشان المجتمع بتاعكم ينهض وتحسوا فيه بالتغيير. والحقيقه انه التنميه كمان يعني حاجه رائعه جدا، بتخلي الناس لما تيجي تقابل الناس اول سنه في القريه وتيجي تقابلهم بعد 3 سنين تشوف الناس اللي اتعلمت في محو الاميه بقت قد ايه، الفلاحين اللي فرحانين بذات الانتاجيه وتحصين للمواشي بتاعتهم جيتهم بقت احسن، بقت عامله ازاي البيئه كمان بتاعه القريه. يعني لو فيها مصرف واتردم او فيها مكان للقمامه وابتدى يتجمل ويتعمل محطه، كل اهتماماته هو الشخصيه اللي هي تحصين
مثلا المواشي او الامور دي كلها، انتوا بتروحوا للحته اللي هو محتاجها. ان احنا بنروح بناء على دراسه، بنعمل دراسه للمجتمع ونشوف هو احتياجاته ايه. احنا عندنا 15 برنامج متنوع بيقدموا انواع مختلفه من الخدمه في شتى المجالات، لكن هم اللي بيقولوا احنا عايزين ايه. ومن خلال الدراسه دي واحتياجهم هم بتدي، لانه انا عندي احتياج فعشان كده ببقى متشجع ان انا اشتغل، ومتشجع ان انا اعمل، ومتشجع ان انا اغير. وكمان احنا بنعمل لهم زي كاباسيتي بيلدينج كده، بنبني قدرات الشباب اللي هناك، فيقدروا هم كمان يدوروا على موارد تانية، بيدوروا على هيئات تانية، بيدوروا على يكتبوا مشروعات جديدة علشان ينهضوا ويحققوا أحلامهم لمجتمعاتهم. طب أنا أتسابونا برضو عايز أروح لأسقفية الخدمات. قلت 1962 طبعا كان التأسيس البابا كيرلس السادس ونيافة الأنبا صموئيل، مرور بعدد من الأباء منهم طبعا نيافة الأنبا يؤنس، وطبعا نيافة الأنبا يوليوس، ربنا يديله الوقت والجهد الكبير اللي بنشوف الفترة الأخيرة. إزاي الكنيسة دايما بتحرص خلال كل هذا العدد من السنين، وربما كان قبلها بس كان بشكل غير منظم من غير أسقفية الخدمات، لكن إزاي الكنيسة بتحرص دايما أن هي تبقى موجودة وسط المجتمع وتخدم المجتمع ككل؟ الحقيقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الواحد لما يشوف تاريخها كده يعني هي فعلا كنيسة مصر، يعني كنيسة مصرية، كنيسة وطنية. يعني طبعا زي ما حضرتك قلت اكيد الدور دوت من قبل كده، لكن مثلا هركز على اسقفية الخدمات. يعني مش هننسى ابدا مثلا الدور الوطني الكبير اللي قام بيه الانبا صموئيل في فتره 67 واللي حصل بعدها. ايوه، واللي كانت عندنا مشكله في مصر في موضوع الغذاء والبطاطين، وقام بحمله كبيره جدا للم تبرعات وتجميع مواد غذائيه، كان في مشكله في الانسولين في الوقت دوت ودخوله مصر. اللي حل من ضمن الناس اللي حلوا المشكله دي كان نيافه الحبر جاي الانبا صموئيل المتنيح. وبعد كده استمر هذا الدور الوطني بقى مع كل الاباء الاساقفه اللي مسكوا، طبعا بقياده الاباء البطاركه، لان طبعا الاباء هم اللي بيكونوا بيشرفوا اشراف عام على اسقفه خدمات. فالانبا سرابيون كان ليه دور كبير جدا في الخدمه ديت، انبا يؤنس كان ليه دور كبير جدا في الفتره الانتقاليه اللي بعد نيافه الانبا صموئيل. ما ننساش نيافه الانبا اثناسيوس المتنيح مطرم بن سويف، وده رجل يعني تنموي من الدرجه الاولى. طبعًا يعني طبعا، والحقيقه يعني حاليا الواحد يعني بيشهد بالطفرة والتطور. يعني في تطور على مستوى ان بقى الموضوع بقى فيه سيستم، بقى فيه نظام، فيه استراتيجية، فيه رؤية. العمل في الأسقفية والفترة الأخيرة بالذات التوجه بتاعة الشراكة مع الدولة يعني طول الوقت موجود، بس الفترة الأخيرة زاد أكتر، زاد أكتر، زاد أكتر الحقيقة. ولأن احنا حريصين على ان احنا نكون، لان كمان المناخ بيسمح بده الحقيقه، ده مفيش شك فيه. المناخ الحالي فعلا بيشجع مشاركه الكنيسه، والكنيسه عايزه كده، لان احنا يعني نؤمن ان احنا نور للعالم وملح للارض ورائحه المسيح الزكيه. ما ينفعش نشتغل بمعزل عن المجتمع، ومهم جدا ندرك ان احنا في اسقفية خدمات طول عمرنا بنشتغل مع مسيحيين ومسلمين، احنا مش بنشتغل مع مسيحيين بس. والحقيقه يعني الواحد لما بيبص للقصه دي بيفرح قوي، لان متخيل كده ان لو احنا ما بنعملش كده يعني حاجه متعارضه مع ايماننا، مع ايماننا المسيحي وايماننا الانجيلي. بس احنا يبونا دايما، يمكن كنت بقول في المقدمه من زمان، يعني المستشفى اللي بتعملها الكنيسه بتخدم الكل، المدرسه بتخدم الكل، حاجات كتيره جدا كانت بخدمه للكل. بس انا بؤمن بحاجه، هو البلد دي لو فيها مشاكل يبقى الاقباط عندهم مشاكل. طبعا البلد دي مشاكلها اتحلت يبقى الاقباط مشاكلهم اتحلت. يعني احنا يعني لازم نفهم ان احنا جزء من المجتمع دوت. سلامه المجتمع ورخاء المجتمع وتطور المجتمع اول حد مستفيد منه هو الاقباط. ايوه، فاحنا جزء اصيل من المجتمع دوت. وجودنا ومشاركتنا بحس ان هي مش مننا للدوله، وبحس ان ده المفروض الدولة تفهم ان احنا لازم نكون جزء من المجتمع. طب وتسابونا، هل الباب مفتوح لو حد من الشباب بيشوفنا وعايز ينضم بشكل تطوعي؟ ما احنا بنقول تطوع اللي هو انت عايز تدي مش عايز تاخد حاجة، هل ممكن يوصل ازاي يعني؟ استاذ جيهان ثابت مع الاعداد انه المفروض في التايتل دلوقتي اكيد كل تليفونات اسقفية الخدمات والويب سايت بتاعنا وصفحه الفيس. احنا عندنا مجموعه، يعني مجموعه تقدروا بسهوله قوي يوصلوا اسقفية الخدمات على الشاشه معانا.
ياريت لو نقدر نحط الحاجات دي دلوقتي ويقدروا هم على فكرة حتى لو ما طلعتش على التايتل دلوقتي لو كتبوا بس أسخوية خدمات العامة الاجتماعية هيقدروا المتطوعين والشباب يوصلوا لينا بسهولة. أنا عايز أقول في الحتة دي إن إحنا طبعا دي مبادرة يعني اسمها كتف في كتف بس الأسخوفية شغالة وهتشتغل ومعتمدة على المتطوعين. أي حد حابب يشارك معانا في أي برنامج من برامجنا إحنا زي ما قالت ماريز وجهان إحنا شغالين في مجموعة من البرامج الكتيرة جدا وفي قرى كتيرة جدا جدا جدا. أهلا وسهلا بأي حد من الناس يحب إن هو يشارك معانا في الخدمة ديت. فيش أحلى من إن الواحد يساعد حد صحيح إن حياته تتغير للأفضل. صحيح أستاذ جهان أنا تقريبا الوقت جري معاكم بسرعة لكن أكيد في أحلام وطموحات ودايما في مجال الخدمة بيبقى أنا خلصت أنا عايز بعد كده هعمل إيه يعني إيه اللي جاي يعني فالحلم اللي جاي بقى أو ما هو حقيقي أنا نفسي أقدم رقم واحد الشغل قداسة البابا لأن هو في أبوة يعني ملهاش نظير بيوجهنا دايما إن إحنا نساند كل إنسان في كل مكان ونكون لنا دور في المجتمع توجيهات مباشرة منه وده حقيقي وسام وشرف على صدور كل اللي بيشتغل في أسقفة الخدمات إن إحنا معددين أو موجهين أو مرسلين لخدمة كل الناس. فرسالة شكر لقداسة البابا لأنه بيوجهنا لهذا العمل. قداسة البابا مش لا يكتفي أبدا بكلمة التشجيع ولكن بيهتم بالتفاصيل. صح جدا. حقيقة شكرا شكرا ليه لأن هو بيدينا فرصة إن إحنا بنشتغل في هذا المجال ويكون لينا فرصة إن إحنا نغير في المجتمعات ونشوف ده على فكرة إحنا ما بننزل المجتمعات. بنلاقي تغيير حقيقي في الناس بتبقى فرحانة وهو ده هدف الخدمة أكيد يعني. أستاذة ماريز بحلم إن إحنا نقدر نوصل لكل إنسان محتاج للخدمة. بحلم بقادة للتغيير موجودين في كل المجتمعات اللي اشتغلنا فيها واللي بنشتغل فيها. إحنا كمان الكرة ما بنسيبهاش ونمشي بنقعد سنتين نتأكد إن الناس قادرة تقود هي بنفسها. فبحلم أنه زراعة أسقفة الخدمات تمتد إلى كل مكان يحتاج إلى الخدمة مش بس جوه مصر كمان نفسي نتوسع ونخرج برا مصر ونخدم كل حد محتاج للخدمة. أنا عندي حلم لكل الإنسان لازم يا بونا واتسك تقول حلم بس أنا مبسوط بفكرة أن مش بنفس كويس فعايز أقول لا مبسوط بمريض بتقول أنه هي يعني ما بيسيبوش القرية غير لما يلاقوا ناس بقدرة يمكن ده كان فكرة قديس بولس الرسول أعطاه والأباء الرسل كانوا بيعملوا كده. فضل أنا بحلم بقى أن مصر ما بقاش فيها احتياج أن احنا نوزع كراتين ونعمل محو أمية وتحسين تعليم يبقى في عمل أهلي بس زي ما بنشوف برة دوره مختلف. نفسي نوصل أن احنا عندنا الولاد بيتعلموا في المدارس مش عايزين حد يشرح لهم بعد كده الدروس مفيش حاجة في مصر اسمها حد لسه ما بعرفش يقرأ ويكتب. يبقى كل إنسان دي فرصة عمل مناسبة وحياة كريمة. يا رب نيجي الوقت اللي احنا فعلا فيه ما نحتاجش ان احنا نوزع كراتين على الناس عشان محتاجين ياكلوا. هو مش حلم هو حقيقة. مبارك شعب مصر وفعلا مصر متباركة وإن شاء الله ده هيبقى حقيقة وأنا بشارككم أحلامكم ونفسي أشوف يا بونا مصر كده يعني. بشكرك جدا أستاذ بونا القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات. بشكرك جدا يا بونا. بشكر حضرتك أستاذ جهان كرم مسؤول التوثيق والإعلام بأسقفية الخدمات نورتينا. شكرا أستاذة ماريز مجدي أخصائية تطوير البرامج بأسقفية الخدمات ومسؤول التواصل مع التحالف الوطني. شكرا جدا. ميرسي. شكرا نورتونا وربنا يبارك عملكم وبنشكر يعني نيافة الأنبا يوليوس وطبعا قبل الكل قداسة البابا تودرو الثاني اللي بيرعى كل ده واللي هو عنده بشوف أنا أنه هو عنده رؤية ثاقبة للخدمة عشان من أجل تطويرها وزيادتها في الفترة اللي جاية. فاصل ونرجع نتكلم على ترتيب البيت على فكرة الديكور على حاجات تانية كتيرة بعد الفاصل.